بسم الله الرحمن الرحيم، وأهلا بكم مع الدرس الثاني من سلسلة تعليم الحروف العربية للأطفال بطريقة رائعة، صوت وصورة مباشر. بعد ما تكلمنا في الدرس السابق عن حرف الألف والب والتاء والثاء والجيم والحاء والخاء، النهاردة بنشرح 9 حروف من حروف اللغة العربية، وهو حرف الدال والزال والر والزين والسين وحرف الشين وحرف الصاد وحرف الضاد وحرف الطاء. نبدأ على بركة الله بالحرف الأول وهو حرف الدال. لتعليم الطفل حرف الدال أو طريقة كتابة حرف الدال، وأسهل طريقة هي إنك تقول للطفل ابدأ بهذا الخط ثم بهذا الخط. هنا الطريقة أو الحرف الدال يعني مش بالشكل المظبوط، ولكن يمكن اعتباره حرف الدال. تعمل مقارنة بين الحروف المتشابهة دائما، ده حرف الدال، بتكتب تحتيه على طول للطفل في ورقة بيضة حرف الزال، بمعنى تقول له ان حرف الزال هو نفس حرف الدال، ولكن هنا في نقطة. دايما تنبه الطفل ان النقطة بتبقى فوق على استقامة على الشرطة الفوقانية اللي هي الرأسية، حتى لا يخطئ ويحطها دايما يحطها هنا. فوضع النقطة هنا ده خطأ، عود الطفل ان يحط النقطة على فوق على طول الشرطة اللي هي الرأسية. ده حرف الدال. لو حبيت تخلي الطفل اكثر دقة، فبتقول له ان احنا بنعمل حرف او خط بميلان كده، خط بميلان كده، ده الدال وده حرف الزال، يبقى ده حرف الدال وده حرف الزال، ده حرف الدال. بعد كده نيجي على حرف الر وحرف الزاي او الزين. حرف الر ممكن تقول للطفل ان احنا نعمل خط رأسي كده، وبعدين بنعمل خط افقي ولكن طويل شوي، ده حرف الر، ده اضعف حالات كتابة حرف الر. لو حبيت تعود الطفل او اذا كان عنده قدرة على انه يستعمل الانحناءات وليس الخطوط المستقيمة، فبتقول له بتكتب حرف الر كده، بحيث ان الخط ده او السنة دي تبقى اقصر من ده، ده حرف الر. حرف الزين هو حرف الر مع بعض، حرف الر ولكن فوقه برضو نقطة، والنقطة فوق الشرطة الصغيرة اللي هي الرأسية، ولو حبيت تكتبها بنفس الطريقة دي بنتغاضى عنها وبتبقى مظبوطة صح. يبقى عندنا حرف الر وحرف الزين، حرف الزين ده الحرفين التانيين. نيجي للمرحلة أو الحرف اللي بعد كده، وهو حرف السين وحرف الشين. عشان نكتب حرف السين بطريقة صح للطفل، بنقول له ان احنا هناخد خط كده، وبعدين بننزل نعمل خط كده لأسفل، ثم خط لكده، ثم خط كده. ده بالظبط ده حرف
السين. ناقصنا ايه في حرف السين؟ الثلاث سنات. بنقول له بنحط خط رأس سنة صغيرة في الأول، وبعدين سنة صغيرة في الآخر، وبعدين في نصهم بنكتب سنة تالتة، وكده نبقى كتبنا حرف السين. يبقى حرف السين بنكتب خط أفقي وبعدين شرطة الأسفل، ثم خط أفقي ثم شرطة الأعلى، وبعدين بنكتب التلات سنات فوق الشرطة الأولانية. ده طريقة. الطريقة التانية إنك بتقول للطفل إن إحنا بنكتب خط كده أفقي، وبعدين بنعمل له تلات سنات، سنة في الأول، سنة في الآخر، وسنة في النص، وبعدين بناخد دايرة صغيرة من تحت لفوق، ناخد دايرة صغيرة كده من تحت لفوق كده. دي طريقة أخرى لكتابة حرف السين. حرف الشين هي نفس الطريقة، بمعنى ان احنا بنكتب، اما بنقول للطفل اكتب خط افقي كده، وبعدين بنكتب عليه التلات سنات اهمت، ثم خط الى اسفل لاعلى ثم الى اعلى، وبعدين بنحط هنا تلات نقطات، نقطة في النص بين الخط ده والخط ده، او الشرطة دي والشرطة دي، نقطة بين الشرطة دي والشرطة دي، وبعدين النقطة التالتة حبيبي بنحطها فوق في نص النقطتين التانيين، في نص النقطتين التانيين. يبقى هنا نقطة، هنا على اليمين نقطة، على الشمال نقطة، في النص فوقهم كده، ده حرف الشين. او بنكتب حرف الشين بطريقة حرف السين التانية، ان احنا بنكتب خط مايل كده، وبعدين بنكتب له شرطة في الاول وشرطة في الاخر وشرطة في النص. وما تنساش بقى هنا الاول بنحط نقطة في النص هنا، ونقطة في النص هنا، وبعدين نقطة هنا تالتة كده، وبعدين بنجي من هنا بناخد ننزل لتحت ونطلع لفوق. ده حرف الشين. يبقى احنا بنراجع سريع كده، حرف الدال مع بعض. حرف الدال هو زي حرف الزال، والزال عليها نقطة، وده طريقة كتابة حرف الدال التانية، وده الزال. حرف الر اما بالطريقة دي او بالطريقة دي، حرف الزين كده، اما بالطريقة دي والطريقة دي ولكن عليها نقطة، يبقى الر والزين الفرق، فيه نقطة على الزين. السين اهيات بالطريقة دي والطريقة دي، والشين السين ما عليهاش نقط، الشين عليها تلات نقطات. ده حرف السين وحرف الشين، معنا حرفين تانيين النهاردة، وهما حرف الصاد وحرف الضاد. حرف الصاد وحرف الضاد علشان نكتبهم بنكتبهم بأكتر من طريقة حتى يسهل على الطفل كتابته. أول حاجة إنك بتقول إن أنت بتاخد خط كده مايل، وبعدين بننزل بخط أسفل كده، ثم خط كده، ثم خط كده، وبعدين أصل طريقة إن أنت بتطلع بخط في النهاية كده، وبعدين بتجيب له خط كده. ده حرف الصاد. طبعا حرف الصاد مفروض له سن هنا، طبعا الطفل صعب إن هو يعمل العملية دي، فبنتغاضى عن السن دي وبنقول له حرف الصاد. طريقة تانية لكتابة حرف الصاد، وهي ان احنا بنقول للطفل ان احنا بنبدأ بخط افقي، خط افقي، وبعدين بنطلع لفوق وننزل لتحت كده، وبعدين برضو بننزل لتحت ونطلع لفوق زي ما عملنا في السين والشين. ده حرف الصاد. يبقى دي طريقة حرف الصاد. الحرف اللي بعد كده وهو حرف الضاد. حرف الضاد هو نفس حرف الصاد، اما بنكتبه بالطريقه ديت كده، وبعدين بناخد خط تحت، تحت خط افقي
وبعدين خط الفوق، وبعدين بنيجي من هنا نكتب خط الفوق، وبعدين بنكتب خط دايرة كده، ده بنحط هنا نقطة، ده حرف الضاد، ده حرف الضاد. أو بنكتبه بالطريقة اللي احنا قلناها، إن احنا بناخد خط أفقي كده، وبعدين بناخد دايرة كده في النص، وبعدين بنيجي من نهاية الطرف ده الخط ده، وبعدين بننزل لتحت ونعمل دايرة ونطلع فوق، ونحط النقطة هنا، أصبح ده حرف الضاد. هنا الحروف المتشابهة دايما نكتبها للطفل جنب بعضها علشان يلاحظ الفرق ونأكد عليه في الفروق. كده وصلنا لحرف الضاد، وكده وصلنا لنهاية الدرس بتاعنا. إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة أو ضغط على لايك، وإن شاء الله سنكمل هذه الدروس إلى نهايتها حتى نصل مع أولادنا إلى الطريقة الصحيحة لتعليم الحروف بإذن الله تعالى. أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.